السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عندنا التوبوغرافيا ديت ممكن تكون فيها أكتر من نوع، فاحنا عايزين نبدأ نقسمها. قال لي مثلا نيجي هنا وأقول له أنا عايز أعمل سبليت سيرفيس، وأبدأ أختار السيرفيس بتاعتي أهيت، وأبدأ أرسم الحدود بتاعتي. وليكن مثلا عندي المنطقة ديت من هنا لهنا، ممكن تاخدها خط واحد كده مفيش مشكلة، مثلا من هنا لهنا دي هيبقى ليها خصائص مختلفة عن بقية التوبوغرافي. هقول له اوكي. على سبيل المثال ممكن اغير الماتيريال بتاعتي، هنا مثلا جراس، اجي هنا في خصائص الماتيريال وهبدأ أشوف إيه الجراس اللي موجود هنا. تمام، وليكن مثلا النوع دوت، وأقول له ده هو ده اللي أنا عايزه أهوت. هتلاقي الماتيريال دي بقت مختلفة عن الماتيريال ديت، وممكن في أي لحظة تيجي تعمل سيلكت كده وتقول له أنا عايز أعمل ميرش، وتبدأ تعمل ميرش بين دوت ودوت.